معانا تليفون فاتن ولا ام ايوه حماده؟ مين معانا؟ حبيبتي، مساء الخير مدام فاتن. السلام عليكم ورحمه عليكم الله ورحمه الله وبركاته. وبركاته، اهلا بيكي، اتفضلي. ايوه حبيبتي، الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه ده انتوا مش واخدين بالكم، ده موضوع قديم جدا جدا جدا. انا ست كبيره طب فاضل لي سنتين واتم 60 سنه، والموضوع ده اصلا كان بيحصل اصلا شرايط فيديو الجماعه الشباب اللي هم بالظبط. اللي هم يعني او اولا زوج يعني سوري، اولا هو بتاع شغل جدا جدا وراجل جدا وبيحب الفلوس جدا ويحب يبقى معاه فلوس عشان يقدر يبني بيت وكل الحاجات دي، ومع ذلك برضه اشتريت الفيديو القديمه جدا جدا. اول ما اتجوزت من 36 و37 سنه كانت بتيجي البيت وبيحب يتفرج عليها، انا كنت بتميز طبعا لان حاسه ان المفروض ان الشخص اللي بيعاشر زوجته بيعاشرها من اجلها هي، فالموضوع ده كان بيضايقني. لكن ايه، بما اننا بقى شباب بقى وكده فالعمليه شغاله يعني عادي. كنت بتعبري عن ضيقك ده وبتقولي له انا متضايقه؟ بعبر طبعا، وبيعمل ايه رد فعل؟ بعبر اقول لك انا بقى بيعمل ايه، عادي بقى يعني علشان الموضوع يبقى انشط والكلام ده. صبرنا سنين طويله مع الحياه، والحياه عدت بمشاكلها وخرابها، ولما دخل بقى الجيش بقى عندنا طبعا الحمد لله احنا اول ناس حطينا جيش في العماره. الانترنت بقى والدش اكيد قدش. اشتكيت للحاجه قلت لها لاني انا ولادي كبار ما احبهمش يتفرجوا على كده، مين بس ما الحاجة، قلت لها والدتك ولا الحاجه والدته؟ والدته والدته حماتك، الست حماتك الفاضله ربنا يرحمها يا رب. ألف المهم رحمة. يعني بحجه ان العيال ما يصحش، انا كنت انا مثلا ما حكيت لهاش تفاصيل، بس طبعا هي حاجه بتخش البيت رغم عن انفنا، فطبعا هي كلمته طبعا الحقيقه لغى وما خلاش غير القرف بالامانه. لكن انا متاكده ان هو اصلا عنده محل، والمحل بتاعه ده هو بيبقى قاعد فيه لوحده، انا متاكده بما ان الحاجات دي اتمنعت من البيت اشتغلت في المحل. غريزه بقى، بس انا ماليش دعوه، انا غريزه. كان يهمني في الوضع ده اولادي. والحياه مرت، وعايزه اقول لحضرتك ان هو عنده خيال واسع الحمد لله، لدرجه ان انا اطلعت على صفات برجه لقيت ان برجه ده من الناس اللي بتعيش في الخيال شويه. طب برجه ايه؟ مدام فاتن، لا انا بروبلم، مدام فاتن انا عايزه اسال سؤال عشان افهم حاجه. حضرتك القصه اللي انت بتحكيها لنا، انت بتحكي لنا يعني عايز تقول لنا في الاخر خالص يا جماعه خلاصه التجربه؟ لا ده لسه، ده الاخر اكبر من كده، اكبر من طب كملي كملي، اتفضلي. اوكي اتفضلي اتفضلي. اكتر من تتخيلي يعني من كتر الاوهام سوري. قابل بنت اصغر من ابنه النصراني وتزوجها بحجه انها غلبانه وما اعرفش ايه، وكانت مشاكل قابل بنتي يعني اصغر من ابنه، اتجوز بنت اصغر من ابنه. بعد ما خاض التجربه بالراحه مدام فاتن، بالراحه بالراحه، والنبي الكريم بالراحه. قابل بنت اصغر من ابنه واتجوزها؟ ايوه ايوه. وانا ما هكذب عليكي ولا اقول لك ان انا سبت عقله وصبرت والكلام ده، لا ده انا عملت غاره طبعا الحمد لله. انا مش عاجزه ولا فيا عيوب، بس انا فهمت ان اللي هو اقدم عليه نتيجه الخيالات اللي هو هو بعد ما خاض لما اتجوز يبقى فرصه سنه قد ايه وبعدين. بس عشان نعرف سن بعد ما خاض التجربه الفاشله طبعا الاهالي فضلوا يتحايلوا علينا والكلام ده، يا ستي ولادك ورجعي، وهو يقول انا نمت وعفاش رجعنا. اوكي لازال الخيال برضه في المكان، بس ما بيتفرجش على حاجه قدامي بالامانه. بس في بقى حاجه ثانيه انقح من كده بقى، طبعا انا دلوقتي ست عندي 58 سنه وهو راجل عالم عاش مثلا بقى له سنتين. المشكله اللي عنده ان هو حاليا بيطلب منك انت شخصيا تعيشيه في الخيال ده عشان يوصل. ما فهمتش هو يطلب ايه في الخيال؟ احكي احكي يا ماما، احكي احكي وقولي انت علشان الاستاذ يبقى راضي. وانا طبعا بما اني جيني يخليني ان انا ارفض زوجي، فبضطر ان ابلع برشامه كده اوانطه يعني كده ضحك يعني ببلع الطلب بتاعه ده عشان ارضي حضرته، واتمنى الموضوع يطول لغايه ما يجي الفتره الجايه عشان اشوف حكايه اخرى يعني. يعني مش عارفه صراحه يعني حكايه ايه يا فاتن، انا مش فاهمه يعني تحكي تحكي ايه؟ اي احكي اوصف حد تتكلم ليه وعم يعني؟ طيب انا بقى على فكره انا بقول الكلام ده علشان نوصل لعلاج، مش عشان ان انا عايز طيب. احكي متغاضه منه انا خلاص. نشكرك طبعا، نشكرك والله يا فاتن، انا بشكرك جدا على صراحتك شكرا. وعلى طريقتك حتى في الحكايه يعني لذيذه رغم الضغوط اللي عليها.